دي فيش طعم. اوكي بصوت. اسمع قلت لك جاء. قلت لك جاء. شكون كلمني؟ اسمع. شكون صب لك الفلوس باش كلمني؟ نادين اختي قلت نادين شريتي كي مش تكلمني ماشي في بالي شدي لي شلقى في حار نستنى فيها شلقى في سين نستنى فيها شو اشترى قدرة يا روحي نوالي بلاي جاي نوالي نطلب كاسيرين باش تعمل شت عندك ايوا طبيعي عندك ايوا خير مش قلت نطمنوا برا نطمنوا يقول لك علاش انا نطمنوا برا نطمنوا اسال على حوالك سعيد ورا جاي اسالي شو نعمل قبل البارح البارح يا الله البارح راي ما خسلتش هذا كله تمشيش ماشي بيك ما خسلت مش خسلت هي دورة معناها مشات لدار راي خسلت ما اكثر وعلى كل اربع صحافي على كل اربع صحافي قالت لي حطه في غسالة المعو قلت لها معناها اني خسلت هذا الكل جيت تو في اربع صحافي رجعت في غسالة المعو يعني خممت قلت زعما كلمها ما قلت لها لا حالي نادين نعرفها ما لو حالي خلاها شوية جيتني وحدها يا ربي راني ما طلبت شيء يا ربي خممت فيها ربي مع ذالي اكيد برشا كيفك اكيد كان فما برشا عنده اخوات بنات ومعارسين تبدا هي صغيرة الكل معناها مش اي واحدة عندها اخت راهي باش يصير لها هيك عندها اخت معارسة هيك تصير لها يعني يعطيهم نصيحة عرسوا انتم قبل على حويل قبل يا اسألوا على حويل قبل يا عرسوا قبل الاخت الكبيرة اوكي هيك اللي مش عندك اخر ما تفهمش نخسر لك البش شنعيل البش القهوة عاد لازم نستغلك شوي اش تعمل؟ ما عادش تكلمني ما عادش بيك اش تعمل انت على على دبوس مي خسلتها خسلت هذا من كل ايه بيتا وش اش تعمل اخ بسم الله اش تعمل دي تسألنيش نحب نروح هذا يا مصير اللي يجيب دار اخته الكبيره رجع حتى تريك وعطيتك تريك وقاضي يعني ليه فرحت بيا اختي فرحه بيا قلت لها نادين لبسك تريك وكنت نضحك تريك ونلبسه في الدار اني يعني كي نقبي ليه هزا دي حطها في غادي نحطه هنا ما هو في البرا كي هذي البرة زادت البرة زادت ماشي شنو تلقى فطور كيما كيك و ليش ما قمت طيبت لها حال علوش وصلي علوش وصلي طيبت لها شلم ولا تصيخ شلم ولا تصيخ والله لازم انت تصيق روا ليش لمت هوشة ابعدني وكش نظيفة لازم تصيق بجفين ولمون قولتي مدام ياني مدام قلت لي مدام جيت لازم انت تصيق بالمو والجبال كل ما جيت شرايين راني لميتها وكاو راهو بسلامة لميتها وبسلامة لازم تصيق انا دي ولا توا نظافة ولات تمد تبشع متاع شتي ولات باش تصيغ الكوجينة ولات باش ما تغسلش باللافيسيل ولا شفتك الغلبة شفتها هاي كمل كمل كان مسكت مسكت زيزة لم بالبيه يا عادة اوزر اوزر عبش رجع لك كلمة كريس هاني نعاون فيك جاني خفيفة
اي يعني راعي بحالك معنا يعني اللي نمسحها مش نمسحها يعني خاطر عظم وكل شيء. شوفوا فيا تو نعشي في الصغار كملت عملت الدار كله تو جاي نعشي في الصغار حب النجمة على حسن ضيافة حرة. شوف البنات هذه فكرة قول لهم علينا دينا والله بنينة تهبل تعشينا بي احنا تو بكري كسلاطة متاع البنات هذيك كل ورقة متاع اللوتو تحطوا فيها شوية هريسة وعدس وفقوس وشوفوا كيفاش نلويوها كيما الملفوفة وناكلوها راهي مش نحكي لكم مش حصير اكل سالم حطيت هريسة حطيت لك حب على هريسة حطيت هريسة عودنا راه سلطة اخرى مش نتاع الفطور هذي ايجا سلمى ايجا ذوقها انت تو هاي باش نمشيو لعرس هاي ماشيين لعرس احنا باش نهز معايا سلمى هاي ايجا ذوقها عادي لا سلمى متمشيش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح النور صباح الفل والياسمين. اليوم بالمقلوب حسيت وريتوا الفيديوهات اللي هبطوا من الأول في المقدمة هكم البنات تصوروا في آخر فيديو حبيت نحطه لكم من الأول باش تضحكوا شوية على الأخت الصغيرة مسكينة بالحق والله ليه مسكينة البنات راه والله العظيم هذاك الكل يرجع لها معنا هي مثالش تهز معايا شوية توا ومن بعد قلت لها سيدي نادين راه هكا كل راجع لك أكيد تعرفوني البنات أكيد باش يرجع لها هكا أكيد إن شاء الله ربي نجحها في قرايتها قبل كل شيء وإن شاء الله نهار اللي تعرس وتجيب صغيرات وتحل دار وكل أكيد باش تلقاني معاها معناها أكيد باش تلقاني معاها في كل لحظة أكيد معناها حابين هكاك نضحك معاكم شويه تمشيوش تقولوا شو كيفاش تخدم فيها ولا عملتها التعب في اختها ولا جاها مره بعد قديش في التعب البنات اكيد تعرفوا الاخوات معناها بنات بعضهم عادي اكيد مانيش باش نجي نطلب من حد اخر بخلاف اختي معناها مستحيل نطلب من حتى حد انه نقول له اجا عاوني ما زدت الحقيقه نحب ديجا طلبناها من بعد قلنا لها ايجا قالت شويك قالت شويك ما قلتليش راني جيت معاكم من الاول معناها خاطر اني باش نمدت باش قلت لها ما لا بشويه بشويه اني راني باش نعمل وبصراحه ما نحبش نتعبها ما يعني ما نحبش نتعبها واحد يبدا يعني قبل شفته قبل تجي ما تعاوني وكل شيء خاطر وقتها بالحق صغاري البنات يعني نهار كامل معاه متعبيني برشا منجم نعمل حتى شيء معاه صغاري كي كانوا بيبيات معناها وصغار ويرضعوا كل شيء اما تو ما شاء الله ولادي كبروا نجم كل حاجه نعملها معناها خطوه خطوه بشويه بشويه مش لازم اني نمد مثال باش نشتيل كل ما بعض ولا باش نصيف كل ما بعض اليوم قلت نعمل دبشي وتبش راجلي غدا نعمل تبش الاولاد كل مره حاجه فهمتوا البنات كل مره نعمل حاجه هذاك علاش ماما ذا بيك تجيب حذايا تجيب حذايا تقعد هكا هو ما تعمل شيء وراه مستحيل تلقى ام تجيب حدا بنتها وما تعمل شيء لازم باش تحرك راه والله دي ما لازم باش تقعد تغسل معون تعمل حاجه لازم باش تلقى لي حاجه تعملها تطويلي باش هاتي لما قبل الحمد لله يعني قبل مش كي توا معناها الحمد لله يا ربي توا منجمه روحي ما قبل بالحق يعني الوقت ما يكفينيش لازم كي تجي محذية ما تلقاني لاني غاسله تلقى تبش تطوي تلقى بلاصه تنظمها تلقى مش كيف توا الحمد لله توا ابرك حال يعني صغاري كي دخلوا يقراو الحمد لله يا ربي من العام العام قاعده تفرج ان شاء الله يا ربي حاسيله قلت لكم تشوش تقولوا لبنات شباكك عامله مع اختها كم مريتوني وقت اللي نكلمهم اجاوا بحذايا راني قاعده ما عندي شيء اما اليوم هي كلمتني واني في طنبك الحركه نجمش نقولها ما تجيش بعثها لي ربي والله يا البنات من الصباح قمت قلت زعما نكلم نادين تجي معايا بعد قلت لو حاليا خليها معناها ما نحبش نتعبها معناها هذه مسؤوليتي يعني داري مسؤوليتي اكيد معناها قلت بشوي بشوي نعملها
وحده وحده سبحان الله قاعده نطيب في الفطور، قالت لي سيرين عندك ما تعمل، قلت لها ما عندي ما نعمل، قالت لي يعني عندك ما تعملش تخرج وكل، قلت لها راني ما عندي ما نعمل، قالت لي انا جاي بحذاك كيف الدخل انت تشوفه في اخر فيديو، قلت لها نادين قلت لك شيجه، قالت لي ما قلت هذيك الأغنية البنات والله العظيم بالحق ليكم عرفتوها متاع أصالة، شكرا هذيك بالحق كل ما نسمعها نبدأ نتفكر في المتابعين متاعي، نتفكر الناس اللي نلقاها في الشارع والناس اللي تحبني بالحق يعني بالحق، ربي يخليكم ليا وكهو هذيك شو نجم نقول لكم، قلت لكم البنات تمشيش تقولوا شبهت هيك عاملة في أختها راني نعرف التعليقات المهم اختي واني حره باء نفدلك عليكم، اما بالحق والله العظيم الاخت نعمه اكيد معناها مادام جات بعضي على غفله باش تلقاني حاركه، واكيد مش تخليني، ربي خليها ليا يا ربي وما يحرمني منها، والله ملي جات بحذايا لتسعه متاع الليل واحنا واقفين، معناها خاطر عملت الكوجينه وحضرنا الفطور، بعد دخلت على بيت النوم ركحت تبش للسبعه متاع العشيه واحنا ركحوا، بعد عشينا الصغار، ومن بعد حضرت لي سلمى واني حضرت روحي ومشيت العرس، يعني تخيلوا انتم من الصباح فزيت الصباح قلت لها نادين لاباسه، قالت لي ليه لاباسه مدقدقه شويه وبرا هكا ربي فضل كل خيا يا ربي، واكيد معناها الاخت الكبيره كي تلقى اختها صغيره اكيد معناها باش يرجع لها، اكيد باش يجي نهار نادين وتحل دار وتحل وتعمل صغيرات وباش تحل مسؤوليه على روحها، اكيد باش تلقاني واقفه معاها، ديجا باش تلقى صغاري كبروا وكل تلقاني نجم معناها نعاونها في كل شيء هكا هو الحمد لله يا ربي وكهو، الاخت نعمه والام نعمه وبالحق والله العظيم ما تجرم حدا حد، معناها تتكلم وتقولوا اجي اعمل معايا كل حاجه وكل، الاخت عادي في كل وقت تتكلمها والام زادة عادي في كل وقت تكلمها تخلي كل شيء وتجيك. حاسيلو لهني البنات قلت خليني طيبه معاكم الفطور، ومن بعد راني صورت البنات حكايتك تبش وكالتخريج وكل خط طلبته برشا في التعليقات المدة اللي فات سيدي نصور معانا، اكيد اللي بنات باش نصور معاكم، ما حبيت الفيديو هذايا يكون هيك يعني صبحيتي معاكم ومع نادين اختي، ومن بعد العشية يعني ما نعرفش كان تحبوا نهبط لكم في الليل ولا غدوة شنو عملنا في الليل، لاني البنات مشيت اول حاجة قضية الصباح خرجت قضيت، واني والله كي نخرج نقضي نحس روحي ما نعرفش هيك قضيتي ترزن ولا كيفاش، خرجت قضيت مشيت لسالم المدرسه نتاعو حصيلو تقريبا روحت مع العشرة العشرة ونص، اما قبل ما نخرج عجنت عجينه نتاع بيتزا، قلت اليوم نعمل بيتزا للصغار خاطر ما عنديش طماطم، كل كان شفته في اول فيديو مش تقضيت امبارح شاركت معاكم لبنيتك القضية قلت لكم كيفاش باش ننظم قضيتي، مشيت قضيت القضية اللي قلت لكم عليها كيما الدجاج وسكالوب والعدس ولا لا اله الا الله محمد رسول الله، خديت العظم كل قضية يعني قاعدة نقضي كل نهار حاجة، نهار المرشي نهار قضية الدجاج وكل نهار غدوة ان شاء الله المجازة، خاطرني نمشي وحدي نقضي هكا علاش، مشيت قضيت وروحت قلت نطيب العشي في الفطور في بالي باش نعملهم بيتزا، وفي الليل قلت نطيب كسكسي ولا نطيب حاجه، من بعد في اخر لحظه بدلت قلت اني عندي حوسه في الدار خليني نمشي نعمل شوربه وبيتزا وباش نعمل سلطه عدس وكها ويزي في الف بركه، معناها خاطر كي مش نقعد نطيب كسكسي العشيه بالحق باش نتعب على الاخر، لو حاليا عملت حاجه خفيفه اليوم بكا وسيله مهله، وبزهر نادين اختي، نادين اختي تموت على الفطورات اللي بداو كيف ما هيك تحبهم على الاخر، ما ماذا بيها ديما هيك ماذا بيها سلطه وشربه وحاجه هيك خفيفه معناها على زهرها، لاني حطيت العدس يفور، خديت كميه كبيره متاع عدس ان شاء الله المده هذه كل، قلت انه نطيب سلطه عدس و بعد نوريكم البنات هيك فكره
شفتها المحالة في أول فيديو نادين وقت تعشي في الصغار، بنا مش نورمال، ولا الناس اللي تحب هيك تاكل حاجة صحية حاجة صحية، عرفتوا ما تفيقش بينه وهي صحية، معناها ما تفيقش انه هي ماهيش معمولة بعجين ولا حاجة. صدقوني كل كريب بالضبط تاخذ ورقك نتاع الملفوفة هذيك، الملفوف قلت نتاع السلاطة هذيك، تشوفوني من بعد باش نحطها في الطبق، وحطيت فوقها السلاطة. يا اخي فضلت في الفطور، في العشية نادين اختي قالت لي نجربها ملفوفة، قلت لها اي نجي حطوا فيها شوية هريسة. والله عملنا كريب شبه الكريب بالهريسة وبالتن، اما هي في عوض ورقة الكريب ورقة سلاطة، وفي عوض الحشو معناها بتاع الكريب جبونات وكل عدس وسلاطة يعني. والله بنين على الاخر رصات لي في الليل، عودت عملت سلطة اخرى متاع عدس، وعودنا عملنا نفس التجربة، صغار كليو منها وكل شيء، ما شاء الله ما فقناش بالكمية متاع العدس اللي تكلت اليوم. وحاجة تقنع، عرفتوا حاجة تقنع على الاخر. لليل بنيت عملت الصوص متاع البيتزا، عملت اكيد معناها عرفتها صوص عادية كيما صوص البيشاميل، وبعد نزيد لها الجبونات، نحط مغرفتين زبدة، مغرفتين ولا ثلاثة مغارف فارينة، ونصف فيتر حليب، ونطيبها كيما صوص بيشاميل، وبعد نزيد لها كريمة فريش، نزيد لها جبن ربي، نزيد لها فص ثوم هكا حطيته تو في الاخر، واللي تحبوا معناها تزيدوا هكا اضافة تبنن. والله في اخر نهار في رمضان، ظهر لي اخر نهار وقت ما صورتش يعني معاكم خاطر عملت حلو، عملت لهم بيتزا بجبونات كهو، يعني مش بالصوص هذه، جبنة كهو، ما نعرفش علاش ما نحس هذه ابن، يعني هذه كي نحط فيها جبن ومعناها اي نوع جبونات عندك تجيني ابن من الجبنة كهو، معناها هكا جبن، ما نعرفش ما فهمتش علاش، بالرغم اني خديت جبن بنين معناها هذاك، علاش نميل لها شويه صوص هذيك. لاني البنات عندي الصوص البيتزا، غليت كعبيت طماطم وبصل وثوم، لا قليل لا حتى شيء في صوص البيتزا، حطيت فيها شويه كليل وشويه ملح. ولهني البنات العجينه هاكم تراو فيها ما شاء الله خمرت بالباهي كما قلت لكم قبل ما نخرج، عجنتها البنات فارينه وشويه، اخذت كاس حليب حطيت فيه شويه خل يولي كيف الرايب تحسه، وعجنتها عادي معناها كيلو فرينه باكو خميره فوريه شويه سكر وكل كاس حليب اللي فيه الخل خاطر تحسه يولي مروب شويه وكهو، وعجنت والله حتى زيت ما حطيت زيت، عملتها طريه كانت راو فيها البنات تلصق المره هذه طريه على الاخر، جات خفيفه، راهي العجينه كل ما تكون طريه كل ما تجيكم خفيفه كل قطن، والله خفيفة محلاها. عملت كعبة جويدة اللي هي أني وراجلي، وحطيت فيها كل البصل والفلفل وكل خاطر نحبهم، وعملت كعبة غليظة للصغار خاطر صغاري، والله مش عارفة عند شكون ذقاها، عند ما ولا عند حماتي ولا عند واحدة من عماتي ولا منعش، سالم حاسيلو قاعد مركز معاه قال لي بيتزا غليظة وفيها العظم، قال لي ما فيها العظم وفيها المعدنوس، عرفتوا البناتك نتاع قبل نعملوها البيتزا غليظة هيك شوية تبدا عالية وتبدا بالعظم وتبدا بالمعدنوس وتبدا بالحق بنينة، تبدا بالجبن الرابي هيك، تبدا الجبن الرابي تحسه ماهوش ذايب في وسطها محلاها، منعرفش عند شكون راها ولا راها شكون في المدرسة، ما نعرفش اني عندي حماتي تعملها لمحالة ما زيدها فما مرة عملتها، بالحق تحسها بنينة ما نعرفش حاجة هيك مختلفة على البيتزا، البيتزا هوكا جبن وتن وكهو معناها ولا جبن ما نعرفش معناها شنو تتعمل، هذه هيك تحس حاجة عرفتو كل عاطية على الفريكازي على حاجة كما كيك خاطر بك العظم وبك الحاجات هكوما، تحسها بنينة ومختلفة على البيتزا هكا، وهكا عملتها لهم ريتو كيفاش الغلطه نتاعها، وجي طريه 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 تهبل، حطيت فيها نتاعهم، حطيت لهم فيها الطماطم تاعنا احنا، حطيت فيها الفلفل خاطر حر، نتاعنا حطيت فيها زيتون، ولادي ما ياكلوش الزيتون ما شاء الله، والله العظيم تكليت، اني في العاده راني كي نعمل بيتزا نعمل معناها لازم تقعد لي من غدوه، لازم يهزوا منها لمجه، نعاود منها اني هيك شويه لازم تقعد منها حتى لمجه يعني، ما شاء الله ما قعدتش جمله، والله لا قعدت جمله، كما قلت لكم هيك طعم مختلف على البيتزا العاديه، محلى الحاجه متاع قبل والله العظيم بنتها وحدها،
مش رح احط لاني فطور سالم وسلمى، احط لهم كام بيتزا هك، علاش ما نحطش شوربه ولا ما ياكلوليش، اما في الدار ياكلولي. ما نعرفش في الروضه ساعات يقولي انا سلام تحط لي الشوربه، خاصه في رمضان تقولي ما تحط لي الشوربه، وفي الدار عادي ياكلها، يحب كل حاجه رسميه معناها. ومن بعد كيف جاوا في العشية تعشاو منها الشوربة وكلوا سلطة العدس، وكل عجبتهم سلطة العدس. لاني اللي بنيت باش نحط السلطة، قصيت هذيك سلطة فقوس عادية تونسية معناها، بك الفقوس والبصل والطماطم. ولاني اظن قلت لكم البنات عملناهم ملفوفات، والله كنا باش كنت باش نلوحهم بالحق معناها، قلت لك باش ناكلوهم هذوما كيف يزينوك كش ياكلوهم. بعد ولينا ناخذ كل هيك ورقه نحطوا فيها سلطه، نحطوا فيها شويه هريسه وناكلوها. حصلوا في عقب الليل، مش عقب الليل يعني، مع المغرب عودنا طيبنا سلطه اخرى وعملناها. تجمع البنات تخلطوا العدس مع الفقوس مع البصل، تقصوا فيها شويه اسمه عظم تن، تجمع تعملوا اللي تحبوا. مني حبيت السلطه من اللوطه وحبيت العدس هكاك معناها، ما فهمتش علاش ما عملت هكاك. خاطر نحس العدس بنته بالكمون هكا، علاش عرفتوا كرشيت الكمون على العدس مش على السلطه. تفضل اسمع قصه تحكي فيك. شكون انت؟ قليل واحد شويه ماء، قلت لك شيش خاطر عندي اي حاجه مش نعملها. قلت لك جيج، قلت لك جيج بس ورجلك تحت. جيب الدبلي تعطيك وحدك وحدك. لازم اللي سيري تقول يا سيري راهي عندها ما تعمل. قلت لك شيش؟ لا. شكون جايبك؟ صحصحي. هاي طيب لك فطور باهي. بعثتولي الاخر باش تخيل في روحك كي تمشي دار اختها. تخيل في روحك ايش هي وحده قالت لي انت تخيل في روحها. تخيل في روحها هيك ترقد وكل الهدوء واحد. وهي في الحقيقة هاو تغسل في المعون، هاو تنظف في هذيك، هاو تمسح حدا. أنا كنت يسالك اليوم ولا أنت بيدك أنا هلا بلاش تبغى صيف ولا؟ آه هنا صيف تطوف على بكري. هكا وكملت رشيد على السلطه هذيك شويه مع بنوس، ولاني حطيت الشوربه عملتها بالكروفيت. ما لقيتش عندي كرافس، ماشي في بالي عندي كرافس عاد ما لقيتش، لقيت تحسها هيك ذابله شويه، وليت حطيتك العواد نتاع الكرافس كانت راوكة في العوده دوك نتاع الكرافس راه البنات نسيت ما نحيتهمش. كهو عملتها بالكروفيت، والله العظيم ما شاء الله زادت كليت، خاطر استنست بالشربة في رمضان وكل سيح فما برشا يقول لك اني قلقت منها الشربة وكل من عاش على شي احنا نحبوها، خاصة انك تبدأ هيك نحبوها اكثر من اللي تبدأ بالحوتك وكل. وكاو لاني حطينا نفطر البنات، واني هيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو. حصيله ان شاء الله ما نعرفش في الليل نهبط لكم الجزء الثاني. شنو عملت نادين اختي ولا غدوه اني والمونتاج على خير وبسلامه.